مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة بإذن الله حلقة كالعادة هتكون مهمة قوي قوي. عندنا أخبار كتير بتتعلق بالنادي الأهلي، وعندنا أخبار كتير كمان بتتعلق بمنتخبنا الوطني، وأخبار بطولة الأمم الأفريقية بشكل عام واللي بتقام خلال هذه الفترة. خلينا أقول لحضراتكم إن الجزء الثاني من حلقة النهاردة هيشرفنا وينورنا الأستاذ وليد كويني الصحفي بجريدة النهار الجديد الجزائرية، وهنتكلم بتفاصيل أكتر عن المنتخب الجزائري الرائع واللي عمل ثلاث مباريات بشكل جيد جدا جدا في الدور الأول من بطولة الأمم الأفريقية، وهنتكلم بشكل مفصل كمان على البطولة من ناحية التنظيمية ومن ناحية الفنية كالعادة وكل ما يخص بطولة الأمم الأفريقية. سؤال حلقة النهاردة إيه؟ توقعاتك لمنافس منتخب مصر في الدور الـ16 هيكون مين؟ ساعات وهنعرف بإذن الله مين المنافس، لكن في منتخبات كتير مرشحة إن هي تقابل منتخب مصر في دور الـ16. أيا كان البطل بيقابل أي حد ما يهموش، بإذن الله أي منتخب نقابله نكون على قد هذا الحدث وعلى قد هذه المباراة، ونقدر نتخطى دور الـ16 ونتأهل لدور الـ8 وناخد خطوة خطوة كده بإذن الله لحد الدور النهائي ونفوز إن شاء الله باللقب، ونسعد أو منتخب الوطن يسعد كل المصريين، وده الهدف الأساسي والأسمى والأهم بالنسبة للشعب المصري كله. أهم وأبرز عناوين حلقة النهاردة إيه؟ خلينا نروح نشوف، يلا بينا. الليلة ختام الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا. مصر تنتظر تحديد اسم منافسيها في دور الـ16. تونس تبحث عن التأهل أمام موريتانيا وأنجولا في مواجهة مالي. الكاميرون تواجه بنين، وغانا أمام غينيا بيساو. هاني أبو ريدة تنظيم أمم أفريقيا لا يقل عن مونديال 2018. مصر تدرس التقدم بطلب استضافة السوبر الأوروبي. الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش قبل السفر لمعسكر إسبانيا. طيب نبتدي باخبار النادي الاهلي، واللي زي ما حضراتكم عارفين واحنا كل يوم بنتابع اخبار النادي الاهلي بشكل دقيق جدا، لان هي فتره مهمه قوي بالنسبه للفريق الفتره الحاليه، فتره تحضيريه، فتره اعداد للموسم الجديد مليء بالعديد من البطولات. الفريق من يوم 22 من الشهر الماضي بالتحديد ابتدى تدريباته واستعداداته لهذا الموسم القادم، واللي ان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق فيه للنادي الاهلي. النهارده الفريق عنده مران في هذه اللحظات في استاد مختار التتش، وهيكون كمان بكره في مباراه وديه بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه هتكون مهمه واول مباراه وديه بالنسبه للفريق في الفتره الحاليه، ودي هتكون بدايه لمباريات وديه متتاليه بالتحديد في معسكر اسبانيا بعد ما يسافر النادي الاهلي لاسبانيا عشان معسكر الاعداد الخاص به، هيكون في ثلاث مباريات وديه هناك ان شاء الله. الجهاز الفني الفريق اول لكره القدم بالنادي الاهلي استقر على إقامة المران الفريق على ملعب التتش يوم الجمعة، وده بالتحديد فيما يتعلق بما قبل السفر لإسبانيا، لأن احنا عارفين أن بكرة هيكون الماتش الودي، بعد بكرة هيكون راحة بالنسبة للفريق، وهم محتاجين لهذه الراحة فعلا، يعني لأن الفترة اللي فاتت كانت التدريبات كلها شاقة جدا جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. يوم الجمعة إن شاء الله هيكون في مران الساعة 9 الصبح، بعديه مباشرة هيبقى في صلاة الجمعة إن شاء الله، بعديها الفريق يروح لمطار القاهرة عشان يطيروا لإسبانيا إن شاء الله. يكون معسكر موفق جدا جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي، ومتفائلين خير إن شاء الله خلال المرحلة القادمة بالنسبة للفريق. الأهلي بيواصل طبعا زي ما حضراتكم عارفين تدريباته هناك في استاد مختار التتش، وده خلال الأيام الحالية. تركيز كبير جدا جدا بالتحديد على الجانب التكتيكي والجانب الخططي بخلاف الجانب البدني، اللي على مدار الايام والاسبوعين اللي فاتوا بالتحديد كان في جانب بدني قوي وشاق جدا بالنسبه للاعبين، ودي طبيعه المرحله، اي مرحله في البدايه كده وانت بتستعد الموسم جاي وبتستعد لتحديات كتير قوي بيبقى الجانب والشق البدني التركيز عليه بيبقى كبير قوي. الفتره الاخيره بقى في تركيز شويه على الجانب الخططي الجانب التكتيكي الخاص بمستر لاسارتي، وهي فرصه بالنسبه له ان هو يقدر يوصل فكره بالنسبه للاعبين في فتره ما فيهاش اي مباريات خالص بالنسبه للنادي الاهلي، وهي الفتره الحاليه والاستعداد للموسم الجديد. فيما يتعلق ببعض اللاعبين في النادي الاهلي، مؤمن زكريا عنده اصابه من اول يوم مران بالنسبه للنادي الاهلي. الاصابه كانت عباره عن ايه؟ التواء
في الركبة. بالتالي من المتوقع أن مؤمن زكريا إن شاء الله يعود للتدريبات خلال أسبوع. التواء في الركبة بيبقى رخم شوية، لعبة الكرة بتبقى ركبتك كده مش قادر تجري أو مش قادر تتمرن بشكل طبيعي مع المجموعة، فبالتالي في تدريبات تأهلية بالنسبة لمؤمن زكريا خلال المرحلة دي عشان يقدر إن شاء الله يشارك في التدريبات الجماعية مع الفريق في معسكر إسبانيا إن شاء الله. ده بالنسبة لمؤمن زكريا. في المقابل أحمد علاء، أحمد علاء بيشارك وطبعا هو مدافع النادي الأهلي، بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي، لكن امبارح اتعرض لإصابة كده في إحدى قدميه، بالتالي ما قدرش إن هو يكمل المران. بالتالي النهارده في فحص طبي لأحمد علاء وهيشوف إمتى يقدر إن هو يشارك في التدريبات بشكل طبيعي إن شاء الله مع النادي الأهلي. فيما يتعلق بكريم نيدفيد، كريم نيدفيد زي ما حضراتكم عارفين رجع خلاص من ألمانيا أول امبارح بالتحديد، وكان متواجد في استاد مختار تيتش بالامس، لكن احنا عارفين ان كريم عنده او عمل جراحه في المانيا، جراحه الغضروف، فبالتالي بيشفى من هذه الاصابه وليه برنامج تاهيلي محدد. ده جاي منين؟ جاي من المانيا، والاهلي مستني تقرير طبي خاص بكريم نيدفيد عشان المرحله العلاجيه المقبله هتكون شكلها عامل ازاي طبقا لتقرير الطبيب الالماني اللي اجرى الجراحه لكريم نيدفيد في المانيا. لعيب مهم قوي ومن اللعيبه اللي اتظلمت كتير جدا جدا في بدايه مسيرتها مع النادي الاهلي، لكن في الحقيقه الراجل رد بشكل كبير قوي خلال الموسم اللي فات على كل الانتقادات، سواء انتقادات من قبل الجماهير، وطبيعي الجمهور لازم ينتقد يا جماعه، الجمهور لازم يشوف السلبيات فين ويتكلم عنها. كله بيبقى هدف ايه؟ ان انت تطور دايما فرقتك، الهدف ايه؟ ان انت تحفز اللعيبه من خلال هذه الانتقادات. في البعض بياخد الانتقادات دي بيجي له احباط، البعض الاخر بياخد الانتقادات دي كانها دافع بالنسبه له عشان يبقى احسن واحسن واحسن، وده اللي بيحصل لكريم نيدفيد او اللي حصل فعلا لكريم نيدفيد. والراجل الموسم المنقضي عرفنا، او الموسم اللي احنا يعتبر لسه فيه يعني، عرفنا مدى قيمه هذا اللاعب في نص ملعب النادي الاهلي او حتى كمان كباك رايت، بيقدر يلعب في كذا مكان. كريم نيدفيد جوكر جديد للنادي الاهلي واستكمال لمسيره الجوكر الحالي للفريق هو احمد فتحي، طبعا نجم نجوم النادي الاهلي. عموما الامور ماشيه بشكل جيد جدا بالنسبه لكريم نيدفيد، وان شاء الله يكون في تحسن مستمر، وحالته بتتحسن على فكره بشكل ملفت، وان شاء الله خلال فتره قريبه يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه بعد ما ينتهي من برنامجه العلاجي والتاهيلي قبل المشاركه مع المجموعه باذن الله. دي ابرز اخبار النادي الاهلي. معانا كريم يا جماعه؟ طيب ماشي اوكي. دي كانت اخبار النادي الاهلي لحد ما جالنا كريم عشان يطمننا بشكل كبير على التدريبات ومران الفريق في اللحظات اللي انا بكلم حضراتكم فيها. فبالتالي ده شق وجزء اتكلمنا فيه بخصوص النادي الاهلي، لكن في شق اخر وهو خاص بمنتخبنا الوطني المصري. امبارح اتكلمنا كتير قوي على المنتخب وبصراحه انتقدنا ولازم ننتقد لان الامور كانت صعبه شويه، لكن عايزين نتفق على حاجه. انتقد وخلي انتقادك قوي وكل حاجه مفيش مشكله طالما ان في علامات استفهام كتيره جدا على اداء المنتخب، لكن هي كانت صفحه وخلصت، مرحله وعدت بالنسبه لمنتخب مصر. وهي انهي مرحله؟ اللي هم الثلاث مباريات الاولين في بطوله الامم الافريقيه الدور الاول. النتائج الارقام كويسه قوي، ارقام تقول ان ده فريق او ده منتخب هياخد البطوله، دي حقيقه، لكن اللي بيتفرج على الماتشات يقلق جدا جدا جدا. فبالتالي احنا عايزين ننسى اللي فات خالص، انساه ما تفكرش فيه، نبتدي صفحه جديده، امال جديده وطموحات جديده ما اتغيرتش، وهي الفوز ببطوله الامم الافريقيه اللي بتقام فين؟ في مصر. فالفتره الجايه والايام القادمه لحد يوم السبت ان شاء الله باذن الله اول مباراه للمنتخب في دور ال 16 ان شاء الله نكسب نصعد دور الثمانيه والامور تبقى ماشيه بشكل جيد. لسه مش عارفين مين المنافس، هنتكلم في الحته دي بالتفصيل شويه كمان شويه، لكن الاهم انك تساند دلوقتي منتخب مصر، تفضل ورا المنتخب ايا كانت العيوب ايه، ايا كانت السلبيات ايه. زي ما في سلبيات في برضو ايجابيات. ايجابيات بتتمثل في ايه؟ انك كسبت الثلاث ماتشات، في انك كمان ما استقبلتش ولا هدف، وكان التوفيق بصراحه حليفك جدا في الثلاث ماتشات، واول مره في تاريخ مصر على فكره ما تستقبلش ولا هدف في الجوله او في الدور الاول من بطوله الامم الافريقيه على مدار التاريخ يعني. فدي برضو حاجه ايجابيه، حاجه كويسه. من ضمن الايجابيات ان انت عندك بعض اللاعبين في مستواهم بخلاف اللاعبين اللي في غير مستواهم اطلاقا يعني، لكن عندك الاسلحه اللي بتقدر تخلص لك، تريزيجيه وصلاح بالاضافه لتالق الشناوي، حجازي، محمود علاء لما كان بيلعب اول ماتشين يعني. ف في امل، في تحفيز لازم يكون موجود بالنسبه للاعبين الفتره الجايه عشان
ما يبقاش الانتقاد دائم، لا انت بتنتقد نقد بناء وبتتكلم على النقاط اللي محتاجه ان هي تتعدل في منتخب مصر، وبتتكلم بطريقه تحفيزيه شويه للاعيب المنتخب. الجمهور المصري كله مستني احرازهم هذا اللقب الغالي جدا عشان يبقى اللقب رقم 8 في تاريخ مصر، ودي حاجه طبعا تبقى كبيره جدا جدا. بقالنا فتره ما بناخدش بطوله الامم الافريقيه، كنا غايبين عنها بقالنا ثلاث دورات متتاليه، ورجعنا 2017 في الجابون وصلنا النهائي بس ما وفقناش بالفوز باللقب. المره دي البطوله على ارضنا، المره دي باذن الله مش هنتنازل عن تحقيق بطوله الامم الافريقيه، وثقه كبيره جدا 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 في الجهاز الفني بقياده مستر اجيري، في اللاعبين، في المسؤولين عن الكره المصريه، اتحاد الكره، واثقين فيهم ثقه كبيره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان هم يادوا المطلوب المرحله الجايه، لان المرحله الجايه ما فيهاش هزار بقى خلاص، اللي جاي ما فيهوش هزار. لا قدر الله تخسر بره البطوله، تكسب تكمل مشوارك، احنا عايزين نكسب ونكمل مشوارنا. فالمرحله الجايه ما فيهاش هزار، واحنا واثقين في كل المسؤولين عن المنتخب وكل الجهاز الفني لمنتخب مصر وكل لاعيبه منتخب مصر، ان شاء الله مستنيين منهم فوز ايا كان من المنتخب اللي هنقابله في دور ال 16 يوم السبت القادم. بالنسبه للمنتخب بقى اللي احنا هنقابله، عندنا كتير جدا او منتخبات كتيره جدا مرشحه. احنا عارفين ان الاولويه هتكون للمجموعه الثالثه، الاحسن توالت في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الأولوية للمجموعة الثالثة اللي هي مين؟ كينيا. كينيا عندها ثلاث نقاط وخسرت من السنغال 3-0، فعندها ماينس 4 يعني سالب 4 أهداف، فبالتالي الفرص بتاعتها ضعيفة شوية، وده هيترتب على إيه؟ هيترتب على مباراة اليوم وفيما يتعلق بأنجولا في المجموعة الخامسة. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا في الانتظار، برضو بيترتب على المباراة النهاردة لأنجولا، وأنجولا هتلاعب النهاردة مالي الساعة 9، والنتائج بتاعة المجموعة الخامسة بالتحديد هي اللي هتحدد لك أنت هتواجه مين. فالمرجح كينيا، جنوب أفريقيا رقم 2، رقم 3 أنجولا أو مالي أو تونس أو موريتانيا. الفرص في المجموعة الخامسة بالتحديد متاحة لكل المنتخبات، يعني لأن في تونس عندها نقطتين وأنجولا عندها نقطتين، موريتانيا نقطة، مالي عندها أربع نقط، فالأمور متقاربة، فلسه الأمور ما اتحسمتش، هتتحسم إن شاء الله بإذن الله النهاردة الساعة 11 بالليل، هنعرف مين المنتخب اللي هنقابله في دور 16. بالتالي مطلوب من الجهاز الفني منتخب مصر إن هو يتابع بشكل قوي هذه المباريات، ولما نعرف مين هنقابله يركز، عشان التصريحات اللي كان قالها مستر اجيري بعد المباراه يعني اكيد حضراتكم عارفينها ومش عايزين نتكلم فيها تاني. ركز في ايه؟ في المنتخب واسلوب لعبه وادائه، ما تتفاجئش بيه في الملعب، وده شيء هيكون مهم جدا. فاين كان باذن الله، باذن الله اي منتخب هنقابله باذن الله المنتخب المصري قادر بشكل كبير جدا على التاهل لدور الثمانيه، وبعد كده بقى نشوف بقى مين المنتخب اللي هنقابله في دور الثمانيه ان شاء الله، هيكون اقرب يا اما غانا يا اما الكاميرون اللي هيكسب فيهم يعني. فمشوار لسه طويل، محتاج مؤازره الجماهير، محتاج تشجيع المصريين اللي بيحضروا المباريات، ودي جزئيه مهمه قوي، لان فعلا فعلا المشجعين المصريين اللي بيكونوا موجودين في استاد القاهره بيقعدوا يتفرجوا على الماتش بس، معرفش الصوت ما بيبقاش منقول في التلفزيون او ايه، بس تقريبا يعني كده الواضح ان هم بيبقوا قاعدين بيتفرجوا بس. لا، التشجيع مهم جدا وضروري جدا جدا في المرحله دي، عشان التشجيع ده باذن الله ودعوات المصريين هي الاساس في تاهل المنتخب خلال الفتره اللي جايه. كل الدعوات بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم من مشوار مهم جدا في بطولة الأمم الأفريقية خلال هذه الفترة. نروح نشوف أخبار الكان في الجرايد إيه، يلا بينا. الأخبار المسائي، وزير الشباب والرياضة، إيجابيات المنتخب عديدة ولابد أن نتغاضى عن الصغائر. الأخبار، منتخبنا كسبان وشعاره الكورة جوان، أجيري يعترف بنقص توابل الخلطة المكسيكية وما زال يتعهد بالأفضل. اليوم السابع، العالم يرفع القبعة للفراعنة بعد العلامة الكاملة، الصحافة المكسيكية تحتفل بإنجاز أجيري، الكاف يشيد بالشناوي، والفيفا يتحدث عن الصلابة الدفاعية. الأخبار المسائي، أجيري على المحك، الخواجة في مرمى النيران بسبب الأداء ويتعهد بتصحيح الوضع. الجمهورية، بعد التأهل لثمن النهائي 24 ساعة ترفيه للفراعنة، تخفيف الحمل البدني نسبيا وإعداد خاص لعلي.
الأهرام. المنتخب الوطني يترقب اسم المنافس في دور ال16 بين أفضل ثوالث. أجيري: فوجئت بمستوى أوغندا القوي وكنا نحتاج مزيدا من الثقة. الدستور: أجيري يبحث الاستعانة بصلاح مهاجما صريحا، والدفع بوردة أو وليد سليمان في وسط الملعب. الشروق: أجيري: لن أغير طريقة المنتخب في الأدوار الإقصائية، هدفي إعادة مصر لمنصة التتويج الأفريقي بعد غياب 9 سنوات، راض عن أداء اللاعبين وأرقامنا جيدة في الدور الأول. المسا: الليلة في مورانو باستاد الكلية الحربية، المنتخب يبدأ تصحيح أخطائه قبل انطلاق دور ال 16. أجيري يوجه اللوم للاعبيه: رغم العلامة الكاملة الأداء الفردي مرفوض والكرة الجماعية الأهم. طيب، كلام كتير بشكل طبيعي جدا عن المنتخب، والكل مركز في كيفية المساندة الفترة دي وأهمية طوي الصفحة السابقة. ممكن بعض يستغرب، يعني يقول لك الصفحة السابقة كانت كويسة، يعني المنتخب كان بيكسب وكسب 3 مباريات وعمل نتائج كويسة وأهداف وما استقبلش ولا هدف. دي أمور كلها إيجابية في الحقيقة، أمور كلها ما ينفعش ننكرها خالص خالص، ونتمناها تستمر كمان. لكن في نفس الوقت لما تيجي تبص على الأداء وتقارن بالجزائر وتقارن بالمغرب وتقارن بالسنغال هتقلق، هتخاف، مش هتبقى مطمن. هي دي الجزئية بس اللي الناس بتتكلم فيها، والناس حقهم ان هم يتكلموا. ما فيهاش حاجة خالص لما ينتقدوا المنتخب. ليه؟ لأن الانتقاد ده غيرة على اسم مصر، وضروري جدا عشان يبقى فيه تعديل للأمور، تعديل للسلبيات، وده اللي احنا مستنيينه إن شاء الله بداية من دور 16، واللي عندنا ثقة كاملة جدا جدا في كل اللاعبين، الجهاز الفني، اي حد بيمثل منتخب مصر احنا واثقين فيه وفي ظهره ان شاء الله لحد ما يجيب لنا البطوله. بالتالي عايز ابتدي بالاخبار المسائي وتصريح لوزير الشباب والرياضه اللي بيقول ايه: اجابات المنتخب عديده ولا بد ان نتغاضى عن الصغائر. ماشي، اجابات المنتخب فعلا عديده، وزي ما احنا اتكلمنا وقلنا هو الراجل كمان تطرق للاجابات الخاصه بالتنظيم، يعني تنظيم البطوله، وده شيء مهم جدا. قبل ما نستفيض في الحديث عن منتخب مصر، خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان نطمن على فريق النادي الاهلي وتدريباته خلال هذه اللحظات، وبعد كده نرجع نتكلم كمان بتفاصيل اكتر عن منتخب مصر. يا كريم، مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. طمنا يا كريم، الاخبار ايه عندك في النادي؟ بالفعل امير، تدريب النادي الاهلي او تدريبات متواصله بالفعل زي ما اكدنا وقلنا، المرحله الاولى من فتره الاعداد يمكن ماشيه بشكل جيد جدا لفريق النادي الاهلي هنا في استاد مختار ستيتش. النهارده كالعاده التدريب تمام الساعه 6، الجو مقبول شويه بالنسبه لبعد الساعه 5، الشمس بتبقى قويه جدا على ملعب مختار ستيتش، لكن الكل متواجد، كل لعيبه النادي الاهلي بتادي التدريبات كالعاده. مستر مارتن والجهاز الفني في البدايه بيكون ليه محاضره سريعه ومحاضره مطوله. النهارده كانت محاضره سريعه بيشرح فيها النهارده يعني التدريب هيبقى عباره عن ايه، الجرعه التدريبيه النهارده فيها ايه. من الواضح كمان ان النهارده الجرعه التدريبيه هيكون فيها عدد بسيط جدا من تدريبات الكره، شايفين احمال، شايفين رفع حمل تدريبي بشكل كبير جدا. النادي الاهلي يمكن 48 ساعه اللي فاتت كان تدريب صباحي ومسائي، النهارده تدريب على فتره واحده، غدا هيكون في مباراه وديه، ومباراه وديه مهمه للفريق اللي النادي الاهلي بيطمن بشكل كبير عليها الجهاز الفني على حاله اللاعبين ومدى الاستفاده من الجرعات البدنيه واللياقه البدنيه ورفع معدلات اللياقه البدنيه اللي بيقوم بيها الجهاز الفني مع مستر الخاندرو مخطط الاحمال. ايضا كمان غدا هنشوف عدد كبير من الناشئين هيشاركوا في هذه المباراه، لان في عدد ووفره كبيره جدا يا امير في الناشئين المصعدين من قطاع الناشئين لفريق النادي الاهلي، اللي اعتماد الفتره اللي جايه من الواضح ان يكون بعض اللاعبين من قطاع الناشئين يكون لهم ادوار. مباراه اللي في اسبانيا اكيد بشكل كبير هتظهر بعض اللاعبين، هيحاول مستر مارتن ان هو يوظف اكثر من لاعب في اكثر من مكان. زي ما اكدنا وقلنا يعني الاهداف او نتيجه المباراه ما بتبقاش مهمه بشكل كبير في المعسكرات، لكن الاهم ان هو يقدر يطمن على اللعيب، يشوف اللعيب ده يقدر يجيب في انهي مركز او اكثر من مركز، وده اللي واضح من خلال التدريبات بشكل عام. امير، كل الامور بالنسبه لفريق النادي الاهلي في التدريبات مطمئنه زي ما اكدنا، والناس شافت متابعه امس سواء من خلالك او من خلال قناه الاهلي، وجود حسين السيد من جديد، عمار حمدي كمان عايز اكلمك عليه ومش موجود قدامنا في ارضيه الملعب، عنده يمكن كدم في الكوع ما شاركش امبارح، والنهارده من الواضح كمان ان هو متواجد
في الجيم. علي لطفي كمان النهارده باكد عليه وباكد على جاهزيته، بيتدرب مع الكابتن طارق سليمان ومع حراس المرمى بالكامل احمد طارق سليمان ومصطفى شوبير. علي لطفي كان غاب ايضا امس وكان ادى بعض التدريبات في الجيم، لكن متواجد مع فريق النادي الاهلي بيأدي بشكل كبير جدا للتدريبات. ان شاء الله امير كل الامور وكل التدريبات القادمه لفريق النادي الاهلي حتى موعد السفر تكون بدون اصابات، تكون تدريبات جيده، وان شاء الله باذن الله يستفيد بشكل كبير جدا النادي الاهلي من مباراه الغد ومن معسكر اسبانيا بالتحديد. زميلي يعني اتحدد هنقابل مين في ماتش الودي بكره؟ والله لسه زميلي امير، يمكن بحاول ان انا اتاكد مع كابتن سيد عبد الحفيظ نتكلم معاه من الاداريين يعني لسه، لكن في خلال لحظات ان شاء الله نعرف. يمكن هو في تكتل شويه على هذا الامر، لكن لسه حتى هذه اللحظه لم يعلن بشكل رسمي سواء على الموقع الرسمي للنادي الاهلي او على قناه الاهلي الطرف اللي هيواجه النادي الاهلي غدا في المباراه الوديه. لكن ان شاء الله من خلالك على مدار الحلقه امير هنتاكد الطرف اللي هيواجه النادي الاهلي غدا في المباراه الوديه الاخيره على ملعب التتش قبل التوجه الى اسبانيا. كل اللاعبين اللي بيشاركوا في التدريبات سواء اللعيبه الكبار او اللاعبين الشباب كل دول هيكونوا متواجدين يا كريم في معسكر اسبانيا، صح؟ مفيش استثناء لاي حد بنسبه كبيره جدا يا امير. ده اللي واضح وده اللي شفناه يوم السبت الماضي كمان، يمكن كان في السفاره عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي من قطاع الناشئين ومن اللعيبه بالكامل، حتى محمد نجيب كمان. يمكن الناس قالت ان محمد نجيب عقده هينتهي ومنضم للمعسكر، محمد نجيب بالفعل متواجد مع فريق النادي الاهلي في المعسكر، هيكون في وفره كبيره ووفره عدديه في معسكر فريق النادي الاهلي. مجلس الاداره كمان اشتغل بشكل كبير جدا على توفير الراحه لعيبه النادي الاهلي، وجود طياره خاصه ده امر مهم جدا، لان الترانزيت اللي هيكون في اسبانيا سواء في مطار مدريد او في مطار برشلونه يمكن ياخد من 3 لـ5 ساعات بالطيران، فده هيبقى امر صعب شويه لان هتبقى واخد كمان 5 ساعات سفر بالطياره بدايه من مطار القاهره. فقرار كالعاده من مجلس الاداره اللي بيحاول ان هو يوفر كل الامور الخاصه وراحه فريق النادي الاهلي وبالتاكيد تحديدا قطاع كره القدم والفريق الاول، لان المرحله مهمه، مرحله لسه فيها بطوله الدوري وهتبدا بطوله الدوري من جديد، فمحتاج ان شاء الله باذن الله الكل يكون متكاتف، الكل يكون ياخد القرار الصائب زي ما اكدنا وقلنا. الطائره، الترتيبات اللي هناك، الـ3 مباريات هناك هيكونوا مفيدين جدا لفريق النادي الاهلي، فندق الاقامه، امور كثيره جدا. معسكر ان شاء الله يكون ناجح امير باذن الله ويفيد لعيبه النادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله يعني مرحله استكمال الدوري ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر باذن الله الفتره اللي جايه ان هو يحصل على لقب الدوري بطوله 41 ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مرئيس القناه الاهلي واللي قال لنا تفاصيل كثيره جدا خاصه بالفريق وتدريباته خلال المرحله الحاليه وبتحديد التدريب اللي بيجرى في هذه اللحظات. وانا بتكلم مع حضراتكم كل التوفيق ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله الهامه جدا جدا الحاليه. هامه ليه؟ لان هي دي الاساس، المرحله دي اللي بتبني عليها الموسم الطويل جدا والموسم اللي بيبقى انت ما بتبقاش متوقعه في الحقيقه في مصر بكل ظروفه يعني. فبالتالي هي المرحله دي اللي هتخليك قادر تواصل وتنافس على كل بطوله انت بتشارك فيها ان شاء الله الموسم الجديد، وده اللي احنا بنتمناه دايما من النادي الاهلي ومتعودين عليه دايما من النادي الاهلي بشكل طبيعي يعني. نرجع للمنتخب ونرجع للاخبار بتاعت الكان في الجرايد، وكنا بنتكلم على جريده الاخبار المسائي وتصريح وزير الشباب والرياضه واللي اتكلم فيه عن انجابيات المنتخب عديده ولابد ان نتغاضى عن الصغائر. اوكي ما فيش مشكله يعني الصغائر ممكن نتغاضى عنها، لكن في نفس الوقت لازم نتكلم في الامور اللي محتاجه تعديل في منتخب مصر، ما فيهاش حاجه خالص لازم، وده خوف وحرص على المنتخب، خوف وحرص على اسم مصر، دي جزئيه طبيعيه جدا جدا يعني. وحق الاعلام ان هو ينتقد، طالما نقد بناء يبقى ما فيهاش حاجه. وبصراحه احنا ضد برضو ان حد ينتقد لعيب بعينه، تركز على لعيب وتمسكه وتقطع فيه، ده بصراحه حرام يعني، مش صح يعني. لا انت ما تيجي تنتقد انتقد اداء المنتخب بشكل كامل كله على بعض، المجموعه كلها مع بعض. بيبقى عندك عناصر بتصنع الفارق طبعا في المنتخب اوكي، بس لما بتكسب بيبقى الكل كسبك، لما بتخسر يبقى الكل خسرك. فلازم ما يبقاش انتقاد على لعيب لوحده، لا لازم لما في انتقاد يبقى انتقاد بناء، ده مهم قوي، ويكون على المجموعه كلها، على المنتخب كله. ممكن التحليل بقى الناس الفنيين هم اللي يقولوا ينتقدوا مثلا طريقه لعب معين مش عارف ايه، دي امور كلها فنيه مش احنا اللي هنتكلم فيها يعني. لكن في نفس الوقت وده شيء مهم، الدعم كل المؤازره لمنتخب مصر. الوزير كمان تطرق للجانب التنظيمي لبطوله الامم الافريقيه وبتحديد ان مصر نظمت البطوله في وقت ضيق جدا حوالي 4 شهور بالظبط، فقال ان المجهود المبذول من كل الجهات بصراحه مجهود عالي جدا، وفعلا دي حقيقه التنظيم اكثر من رائع. وارد ان يكون في سلبيات، طبيعي جدا، مفيش تنظيم اي بطوله في العالم في اكبر دوله في العالم ما يبقاش فيها سلبيات، عادي جدا يبقى فيه سلبيات صغيره، لكن الاهم الاساسيات ايجابيه جدا، الجوانب التنظيميه رائعه جدا جدا جدا، ولازم نشيد
وندي الناس حقها. كل مسؤول كل مسؤول ساهم في تنظيم البطوله بالشكل الرائع اللي احنا بنشوفه ده لازم نشكره جدا جدا كمان. وبيقول كمان ان احنا بنترك التقييم لتنظيم بطوله الامم الافريقيه للعالم كله اللي بيتابع هذه البطوله، وفعلا الناس كلها بتشيد بصراحه انك دوله تنظم بطوله الامم الافريقيه في وقت قصير جدا 4 شهور، دي كانت مجازفه كبيره لكن بصراحه قدرنا ننظم. وهم دول فعلا المصريين اللي في وقت الشده وفي وقت او الاوقات الضيقه جدا بيقدروا يعملوا اعجاز وانجاز كبير جدا، ده اللي احنا متعودين دايما عليه كمصريين يعني. طيب نروح للاخبار، الاخبار بتقول ايه؟ بتقول منتخبنا كسبان وشعاره الكره اجوان، حلو وما فيهاش حاجه، اكسب هات اجوان، ادائك سيء اوكي بتحقق لي الهدف ماشي، بس الاهم ان انت تعالج ادائك ده، الاهم ان انت تبقى عامل حسابك لما تواجه فرق كبيره تبقى قادر تنافسهم في ارض الملعب. عندنا القدرات، ايوه عندنا القدرات، عندنا المهارات في الملعب، عندنا المهارات، عندنا احسن لعيبه في افريقيا، عندنا احسن لعيبه في افريقيا وابرزهم محمد صلاح احسن لاعب في افريقيا وتالت احسن لاعب في العالم. اذا احنا عندنا المقومات اللي من خلالها نقدر نحقق البطوله، لكن الواضح ان احنا مش عارفين نستغل هذه المقومات او في امور معينه عائق بالنسبه للمنتخب. فهنعالج، نتمنى يعني ان احنا نعالج هذه الامور عشان لما نقابل المنتخبات الكبيره ان شاء الله، واحنا ابرز المنتخبات الكبيره على فكره يعني ما ننساش، احنا اسمنا كبير جدا، احنا اكتر منتخب خد بطوله الامم الافريقيه 7 مرات، اللي بعدين واخدها 4 ولا 5 مرات، تمام؟ فاحنا اسمنا كبير، تاريخنا عريق جدا جدا، لازم ادائنا في الملعب يدل على هذه العراقه وهذا التاريخ الكبير لمنتخب مصر. اجيري بيعترف بنقص توابل الخلطه المكسيكيه، ضروري قوي ان هو يكون معترف بهذه الجزئيه بالتحديد وبيتعهد بالافضل، واحنا بنتمنى ان شاء الله وراك يا مستر اجيري ورا المنتخب كله ان شاء الله عشان تجيبوا لنا الافضل وتحققوا لنا اداء افضل من كده بكتير باذن الله. اليوم السابع، اليوم السابع بتقول ايه؟ بتتكلم على ان العالم كله بيرفع القبعه للفراعنه بعد العلامه الكامله، يعني ناس كتير وصحف عالميه كتير جدا ابرزهم الكيب الفرنسيه، هيئه الاذاعه البريطانيه البي بي سي، الموقع الرسمي للكاف، الفيفا، كل دول اتكلموا طبعا على منتخب مصر وتحقيقه للعلامه الكامله وصعوده للدور 16 كاول وكمتصدر لمجموعته، وكمان تطرقوا لاداء بعض اللاعبين منهم صلاح وتريزيجيه والشناوي واشادوا بيهم بشكل كبير جدا، البعض كمان تطرق للخطه او الشكل الدفاعي والقوه والصلاده الدفاعية دفاعية المنتخب مصر وأشادوا بهذه الجزئية أيضا بشكل مميز، والإشادة كانت كبيرة طبعا بمحمد صلاح، التركيز أكيد على محمد صلاح لأنه هو أحد أهم لاعبي العالم على الإطلاق خلال الفترة الحالية. طيب الأخبار المسائية بتتكلم على أن أجيري على المحك الخواجة في مرمى النيران بسبب الأداء ويتعهد بتصحيح الوضع، يعني الجهاز الفني هو اللي حط نفسه في الموقف ده في الحقيقة، الأداء هو اللي خلى الناس تنتقد كتير جدا. البعض يقول لك إيه؟ يقول لك مش وقت انتقاد، مش لازم إن احنا ننتقد دلوقتي ولازم إن احنا ندعم المنتخب. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في كده، ماتش خلص وانتقدنا ولازم ننتقد ونشوف السلبيات فين، لكن في نفس الوقت نركز في اللي جاي، عشان كده في أول حلقة قلنا لحضراتكم إيه؟ إن هي صفحة وخلصت وفترة وعدت، الفترة اللي جاية أصعب بكتير وكلنا برضو هنعيد ونقول في ظهر منتخب مصر ان شاء الله. طيب الجمهوريه بتقول بعد التاهل لثمن النهائي 24 ساعه ترفيه للفراعنه، امبارح كان فيه راحه بالنسبه للمنتخب وراحه يعني من خلالها اللاعبين كانوا عندهم حريه في التجول في فندق الاقامه والامور كانت كويسه وحقهم ان هم يريحوا طبعا، ده شيء طبيعي جدا تجنبا للاجهاد، وبرده بيبقى في بعض التدريبات الاستشفائيه الخفيفه جدا في الجيم لبعض اللاعبين. وفي كمان من خلال خبر الجمهوريه بيقولوا ايه؟ تخفيف الحمل البدني، ده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، ده شيء مهم، واعداد خاص لاحمد علي. ليه اعداد خاص لاحمد علي؟ لان احمد حسن كوكا هيغيب عن دور ال 16، ما عندناش غير مروان محسن واحمد علي، فبالتالي احمد علي هيكون بديل مروان محسن، او اللي حصلت مفاجاه يعني وابتدى احمد علي، وما اعتقدش ان ده هيحصل في مباراه الدور ال 16 ايا كان من المنتخب اللي هنواجهه. فالامور دي كلها هتتحدد يعني خلال الفتره الجايه، لكن تجهيز احمد علي شيء مهم، ولعيب مميز قوي هداف الدوري المصري، وكان ممكن ياخد فرصه المباراه اللي فاتت، معرفش ما خدش فرصه ليه، لكن في نفس الوقت باذن الله احمد علي في حاجه المنتخب ليه في اي وقت هيكون موجود وهيقدر يؤدي بشكل كبير، واحنا واثقين في كده ان شاء الله باذن الله. الاهرام بتقول ان المنتخب الوطني يترقب اسم المنافس في دور 16،
بين افضل ثوالث، ودي احنا اتكلمنا فيها مع بدايه الحلقه. يا جماعه الجزء الثاني من العنوان ده يعني غريب برضه، ما هو ده اتكلمنا فيه امبارح. اجيري فوجئت بمستوى اوغندا القوي، يعني انا مش عارف، انا ما سمعتش تصريح بودني، بس الناس بتاكد ان هو قال كده بصراحه. هو تصريح غير موفق على الاطلاق من مستر اجيري. طبيعي ان انت بتدرس المنافس، يعني طبيعي ان انت بتشوف عيوبه ايه وايجابياته ايه وتلعب على هذا الاساس. يعني ان انت تبقى اتفاجئت في الملعب باداء اوغندا، لا دي حاجه غريبه بصراحه. كنا نحتاج مزيدا من الثقه، مفروض ان احنا يكون عندنا ثقه اكبر من كده، وان شاء الله تكون موجوده خلال المرحله المقبله. نروح للدستور، وبتتكلم على اقتراحات معينه بتدور في اذهان الجهاز الفني، بتحديد اجيري بيبحث الاستعانه بمحمد صلاح مهاجما صريحا، والدفع بورده او وليد سليمان في وسط الملعب. طيب الكلام على ايه؟ الكلام على ان في تفكير ان محمد صلاح يلعب مهاجم، والتفكير ده كان موجود من قبل ماتشين فاتوا، يعني بعد المباراه الاولى بالتحديد يعني، ومع ذلك ما تنفذش. ومحمد صلاح معروف دايما باجادته بشكل اكبر في الجانب اللي بيلعب فيه وينج رايت، يعني ده طبيعي جدا بالنسبه لمحمد صلاح. فبالتالي التفكير ان هو يكون مهاجم وارد، في نفس الوقت الدفع بوليد سليمان او عمرو ورده، عمرو ورده خلاص متاح للجهاز الفني بدايه من دور ال 16 بعد الازمه اللي حصلت، لكن هو لعيب خلاص متواجد مع المنتخب، وورقه رابحه على فكره عمرو ورده، ورقه رابحه لمنتخب مصر، لعيب مهم ومميز وابرز اللاعبين البدلاء في منتخب مصر، مفيش تاني اعتقد يعني غير وليد سليمان شويه. لكن في نفس الوقت الفكر برضو ايضا ايه بالنسبه للجهاز الفني، ان هم عايزين شويه يحسوا او ينفذوا ان الكره تطلع بشكل معتاد على المنتخب او شكل طبيعي من الخلف للامام. فبالتالي التفكير ممكن يكون بالدفع بعمرو ورده في نص الملعب او عبد الله السعيد، على ان يبقى واحد فيهم امامهم، يعني يبقى مثلا طارق حامد جنبه عمرو ورده او عبد الله، وقدامهم في الثلاثي الامامي او الرباعي عمرو ورده او عبد الله، ومعاهم صلاح وتريزيجيه ومروان محسن. دي ممكن تكون حل من ضمن الحلول، لان بصراحه ثنائيه النني وطارق حامد ده غير ناجحه على الاطلاق خلال الفتره الحاليه، بتحديد النني يعني مستنيين منه اكتر من كده بكتير. النني عنده امكانيات كويسه بالمناسبه، قوي قوي يعني، ولاعيب كبير بيلعب في ارسنال يعني، لكن في نفس الوقت الثنائيه بتاعتهم الاسلوب بتاعهم متشابه قوي، طارق حامد والنني. فبالتالي في تفكير في المنتخب بمعالجه اخطاء نص الملعب بالتحديد، وقد تكمن او قد تؤدي في النهايه الى تغيير عنصر من العنصرين، يا اما طارق حامد يا اما النني. صعب طارق حامد يتغير بصراحه. فهنشوف برضو خلال المرحله الجايه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه لمنتخب مصر. نروح للشروق. الشروق بتقول تصريح على لسان اجيري ان هو مش هيغير طريقه المنتخب في الدور الادوار الاقصائيه، وده طبيعي جدا، انت ما ينفعش تبتدي بطريقه وتيجي في النص كده في بطوله كبيره بهذا الحجم تغير، فطبعا اكيد صعب ان هو يغير طريقه اللعب. وهو بيقول كمان ايه، ان هدفي اعاده مصر لمنصات التتويج الافريقي بعد غياب 9 سنوات، واحنا كلنا ده هدفنا بصراحه. ومش عارف، ما اعتقدش ان هو قال راضي عن اداء اللاعبين وارقامنا جيده في الدور الاول. اه ارقامنا جيده، بس لو حضرتك راضي على اداء اللاعبين هتبقى مشكله كبيره قوي. اكيد هو عارف سلبياتنا كويس جدا، وهو مدير فني كبير بالمناسبه، اجيري مدرب عالمي يعني معروف، مدرب قوي، دماغه كويسه في الكوره يعني. فبالتالي هو اكيد عارف عيوبنا كويس قوي وعيوب اللاعبين في الملعب خلال 3 مباريات اللي فاتوا، واكيد هيحاول باذن الله يعالجها خلال المرحله اللي جايه. نروح للمسا. المسا بتقول ايه؟ بتقول ان المنتخب هيبدا تصحيح اخطائه قبل انطلاق دور ال 16. النهارده في مران بالليل لمنتخب مصر مهم قوي، وهيكون في جوانب غايه في الاهميه، وهيكون في تصحيح للاخطاء. اجيري بيوجه اللوم للاعبيه، اه ده انا اتوقعه، ده الطبيعي يعني ان هو يوجه اللوم للاعبيه بالنسبه للاداء. فكل دعواتنا وكل التوفيق لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، واثقين فيهم كل الثقه باذن الله. اخبارك كان في المواقع ايه؟ خلينا نروح نشوف، يلا بينا. اليوم السابع، المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور ال 16 بأمم أفريقيا. بوابة أخبار اليوم، هاني أبو ريدة، تنظيم الكان لا يقل عن مونديال 2018. كورة، أبو ريدة أمم أفريقيا تفوقت على كوبا أمريكا، وأزمة وردة غير مؤثرة. في الجول، أبو ريدة، التقصير من الجماهير وليس اللجنة المنظمة، التذاكر في كل مكان.
الفجر الرياضي، مصر تخطط لاستضافة مونديال 2030 وتكشف عن عائق وحيد. الوطن سبورت، مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافة مباراة كأس السوبر الأوروبي. الوفد، استاد القاهرة يدخل ترشيحات استضافة السوبر الأوروبي. سوبر كورة، مدير المنتخب الوطني لاعبو الفراعنة محبطين. المصري اليوم، كوكا يغيب عن الفراعنة في دور ال 16 من أمم إفريقيا. الشروق، جنش حارس مرمى منتخب مصر يتوجه إلى ألمانيا للعلاج. فيتو، 10 نجوم يتنافسون على لقب هداف أمم إفريقيا 2019. يلا كورة، مدرب بنين، توقعاتي في 2014 بشأن صلاح تحققت. الصحافة اليوم التونسية، الفرجاني ساسي مكان الشعلالي والمسكني يعود إلى التشكيلة الأساسية. الهداف الجزائرية، الجزائر تواجه الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي في هذه الحالة. النهار الجزائرية بالماضي، لم نقل أبدا أننا المنتخب الأفضل، هناك مصر والمغرب. البطولة المغربي، رينارد يكافئ لاعبي المنتخب بعد الفوز على جنوب أفريقيا. المنتخب المغربي، نهائي مبكر ينتظر الأسود في حالة بلوغ ربع النهائي. سبورت ريم الموريتانية، موريتانيا تستعد لمواجهة تونس في مباراة مصيرية. بونت النيجيرية، رور واثق من عودة النسور الخضراء لمستواهم مرة أخرى. نبتدي ببوابة أخبار اليوم، واللي بتتكلم عن تصريحات المهندس هاني أبو ريدة النهاردة، وكان ليه تصريحات كتير جدا بشأن منتخب مصر وبشأن تنظيم البطولة، وأمور كلها كانت مهمة قوي من خلال تصريحات المهندس هاني أبو ريدة. وقال تنظيم الكان لا يقل عن مونديال 2018، وعنده حق في الحقيقة. احنا منظمين البطولة بشكل 4 شهور، وقت ضيق قوي تنظم بطولة بهذا الحجم، لأول مرة يكون فيه 24 منتخب ويبقى بالشكل ده. لا فعلا برافو على المسؤولين عن تنظيم هذه البطولة كلهم يعني. بيقول كمان ايه؟ بيقول ان روسيا خدت 8 سنين عشان تنظم بطولة كأس العالم 2018، وكان بتعد وتحاول تظبط كل الامور الخاصة بهذه البطولة من الجانب التنظيمي. احنا في 4 شهور قدرنا نوصل لهذا المظهر الرائع من الجانب التنظيمي بالتحديد. قال ان احنا مستعدين كمان ان احنا نساعد الكاميرون في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2021. حضراتكم عارفين ان الكاميرون هنا هتنظم، كانت المفروض تنظم البطولة السنة دي، لكن بسبب ان هم ما كانوش جاهزين فبالتالي تم سحب التنظيم منها، ومصر تقدمت للتنظيم، بالتالي الكاميرون هتنظم بطولة 2021. مهندس هاني أبو ريدة قال ان احنا مستعدين ان احنا نساعد الكاميرون في هذا التنظيم، وقال ان احنا خدنا تنظيم بطولة الأمم الأفريقية هذا العام للحفاظ على سمعة الكاف. طيب نروح لكرة، أبو ريدة أيضا بيقول إيه؟ بيقول أمم أفريقيا تفوقت على كوبا أمريكا وأزمة وردة غير مؤثرة. بيقول إن أمم أفريقيا تفوقت من الجانب المتابعة ونسب المشاهدة. وفي الحقيقة كوبا مش يعني بطولة طبعا قوية، في مباراة برازيل والأرجنتين النهاردة أو بكرة الصبح، يعني تعتبر مباراة قوية جدا جدا يعني في نصف النهائي من هذه البطولة. كان في نفس الوقت بطولة الأمم الأفريقية بطولة قوية جدا، كوبا أمريكا فيها الأرجنتين، برازيل، أوروغواي، المنتخبات دي برضو حجم البطولة مش كبير، عدد قليل جدا من المنتخبات يعني بيشارك، ده طبقا يعني اللوائح بتاعت الاتحاد هناك. فعموما هو بيقول ان احنا نسب المشاهدة لبطولة الأمم الأفريقية اقوى بكتير وافضل بكتير من الكوبا امريكا. كمان تطرق لازمة عمرو وردة وقال ان الازمة غير مؤثرة، وان العقوبة بتاعت عمرو وردة كانت للتقويم فقط بالنسبة للاعب، وان احنا واثقين ان هو يعني هيكون عند حسن الظن خلال الفترة اللي جاية. احنا نتمنى من عمرو وردة ان شاء الله كل التركيز والالتزام خلال المرحلة الهامة
المقبله. تطرق كمان المهندس هاني ابو رده لايه، قال ان الدوله لم تبخل للتطوير بالنسبه للملاعب، وده اللي احنا شايفينه في الحقيقه، ملاعب اكثر من رائعه وشكل جيد. الارضيه بصراحه ابتدت كده في ملعب السويس تقريبا على ما اتذكر وانا بتفرج، وحضراتكم اكيد تابعته، الملعب ابتدى حالته تقل شويه عن اول بطوله، ده شيء طبيعي بسبب المباريات، لكن اهم حاجه الصيانه تفضل موجوده، تفضل موجوده دلوقتي على مدار البطوله، تفضل موجوده لما بعد انتهاء بطوله الامم الافريقيه، عشان حقنا كجمهور مصري نتمتع بهذه الملاعب وهذه الارضيه في البطولات المحليه بشكل عام. طيب كمان تطرق المهندس هاني ابو رده لايه، قال تسهيل اجراءات حصول المشجعين الجزائريين على التاشيره، ودي جزئيه مهمه قوي وتدل على طبعا ان احنا مرحبين دايما بكل الشعب العربي ايا كان جنسيته ايه بتواجدهم في مصر. هو بيقول ان احنا هنسهل كل الامور خاصه بالمشجعين الجزائريين، طبعا بيبقوا متحمسين جدا لمنتخبهم وده شيء طبيعي، واي شعب بيبقى متحمس لمنتخبه. الجزائر عندهم امال كبيره جدا على فكره بالفوز باللقب او الوصول على اقل تقدير لابعد نقطه في هذه البطوله، وهو وهي المباراه النهائيه، وده بسبب الاداء الرائع اللي بيأدوه، النتائج الرائعه اللي بيعملوها خلال البطوله. متوقع جدا ان الجمهور الجزائري يجي بشكل كبير واعداد كبيره على خلال الادوار المقبله بالنسبه للمنتخب الجزائري. طيب وقال كمان ان احنا مش ما نقدرش نتوقع من خلال الجانب الفني مين هو اللي هيقدر يفوز ببطوله الامم الافريقيه، خصوصا من وجهه نظر يعني في تقارب في المستوى كبير جدا وفي منتخبات قويه جدا في البطوله دي حقيقه. نروح للفجر الرياضي. مصر تخطط لاستضافه مونديال 2030، وفي عائق وحيد امام مصر، هو عائق متعلق بمشاكل الاقامه والتسكين، ده اللي قاله المهندس ايضا هاني ابو رده النهارده، وقال ان احنا عندنا هدف وطموح، وحلو قوي بالمناسبه الطموح ده. يعني انت لما توصل لهدف معين لازم ان انت ما تقفش عنده، لا حققت اقصى حاجه فيه، لا ما تقفش عندها، شوف الهدف الافضل ايه بعد كده. انت عملت بطوله الامم الافريقيه على احسن وجه حتى الان ان شاء الله، وتكمل على خير باذن الله. حلو قوي انك تبقى طموح وتفكر، مش عيب، فكر في كاس العالم 2030 الترشح، وان انت تحاول تستضيف كاس العالم، هذه البطوله الاكبر على الاطلاق، وان انت تقدر تنظمها، ده معناه ان انت عندك ثقه في امكانياتك، وده ايضا مهم قوي. كل ما يبقى عندك ثقه في امكانياتك كل ما هتقدر تحقق اهدافك، ده شيء طبيعي في اي مجال في الدنيا، في شغلتك، في اي حاجه، ده طبيعي جدا. لكن في نفس الوقت شوف السلبيات اللي عدت ايه، او الحاجات دي لما تركز مع السلبيات هتقدر ان انت تروح للي جاي، تقدر ان انت تتطور بشكل اكبر. فحلو قوي الطموح، وكلام مهندس هاني ابو رده فعلا كلام محترم جدا، ان احنا عايزين ننظم كاس عالم 2030، ليه لا؟ نحاول، ما فيهاش مشكله خالص يعني. الوطن سبورت، مصر تدرس التقدم بطلب لاستضافه مباراه كاس السوبر الاوروبي، حلو برضو، جميل جدا. عندنا استاد اكثر من رائع، هو استاد القاهره الدولي، استاد بيسعى ل 75,000 متفرج، يعني اكبر من استادات عالميه كتير جدا جدا، ابرزهم مثلا ملعب ليفربول الانجليزي، ملعب كبير، ملعب مميز، لكن عدد الجماهير بيبقى قليل، او مش قليل مقارنه بالدوري الانجليزي، لا عادي يعني، لكن قليل بالنسبه للاحداث الكبيره الضخمه زي مثلا السوبر الاوروبي مثلا. فان انت برضو تحاول ان انت تستضيف بطولة السوبر الأوروبي هيبقى حدث مهم جدا جدا، وتحية لكل المسؤولين المصريين اللي هم بيفكروا دايما في إثراء الرياضة المصرية، ده شيء مهم. هتثريها ازاي؟ من خلال هذه الأحداث المهمة اللي انت تحاول تنظمها وتحاول ان انت تستضيفها في أرضنا الحبيبة مصر، خصوصا ان انت عندك الإمكانيات. الإمكانيات بانت فين؟ الإمكانيات بانت في بطولة الأمم الأفريقية من حيث الملاعب، وقدرت في وقت قليل قوي قوي ان انت تعدلها، تعدل أرضية الملعب، المدرجات، كل هذه الأمور. بعدين إيه، مش استاد القاهرة بس، أنت عندك 6 استادات بيتلعب عليهم البطولة، كلهم بيظهروا بشكل أكثر من رائع. فالإمكانيات موجودة، القدرات موجودة، المقومات موجودة، بس اللي يشتغل ويتعب وينفذ. وواضح جدا من كلام مهندس هاني أبو ريدة إن إحنا عندنا طموحات كتير وأهداف كتير هنحاول نحققها خلال المرحلة اللي جاية، كله في صالح إيه؟ في صالح الرياضة المصرية وسمعة الرياضة المصرية بشكل عام في العالم. الوفد طبعا في المقابل بتقول ايه؟ بتقول ان استاد القاهرة بيدخل ترشيحات استضافة السوبر الاوروبي، ليه؟ لانه عنده كل المقومات اللي تخليه يقدر ينظم او يستضيف هذه البطولة اللي بتبقى ما بين بطل الشامبيونز ليج وبطل اليوروبا ليج في اوروبا، فبالتالي عندك سعة للاستاد القاهرة بشكل كبير جدا، عندك أرضية محترمة، مكان الاستاد كمان مكان مميز قريب من مطار القاهرة، تلت ساعة تبقى هناك، كلها مقومات مهمة جدا، وفي تقرير فعلا اتعمل بكل إمكانيات استاد القاهرة عشان يتم تقديمه للاتحاد الأوروبي، عشان يبقى في طلب
لاستضافة السوبر الأوروبي في مصر إن شاء الله. طيب سوبر كورة وتصريح المهندس إيهاب الهيطة، والتصريح ده مهم. قال إيه؟ قال لاعبي الفراعنة محبطين. محبطين ليه؟ محبطين علشان الانتقادات لازعة والانتقادات قوية جدا، وده بيصيب اللاعبين بحالة من الإحباط. طيب نقول ايه طيب؟ ما هو طبيعي يا جماعه ننتقد، ما هو لازم ان احنا ننتقد، ما ننتقدش ليه؟ لازم الناس تنتقد، لما يبقى في اداء وحش لازم تنتقد. ما التصريحات دي برضو تصريحات معلش يعني نسبيا مستفزه شويه. ايه اللي يفرح غير النتائج في منتخب مصر؟ طب احنا اكل ولا بحلقه مثلا، المثل اللي بيتقال يعني. ماشي اوكي، لكن في نفس الوقت لازم يبقى في رساله قويه لكل المنتخبات في بطوله الامم الافريقيه. انا كل ما اجي اقفل الموضوع ده ونقول صفحه جديده الاقي حاجات معينه لازم نعلق عليها. لا، اي واحد حقه ان هو ينتقد اللعيبه طالما اللعيبه مش عارفين يادوا واجبهم بالشكل المطلوب. الناس بيجيبوا لنا الفوز وكل حاجه، بس الفوز احنا موفقين فيه جدا جدا جدا. انت تستاهل ان انت يجي فيك اهداف في اخر مباراتين بالتحديد، طبيعي قوي. وبعدين انت المفروض بدل ما تقول الكلام ده، لا قول احنا اخطانا، عندنا سلبيات هنعالجها، عندنا اداء سيء هنحاول نطوره. لازم نقول الكلام ده، لكن هنقول ان اللعيبه باصل بيحبطوا مش منطقي يعني. كلام معلش يعني مش حلو يعني. ايا كان احنا واثقين في منتخب مصر، تاني واثقين في منتخب مصر، واثقين في داري، في الجهاز الفني، في اللاعبين، ان شاء الله باذن الله هيعدلوا الفتره الجايه. وعلى فكره مش بنقول واثقين كده وخلاص، لا احنا فعلا واثقين فيهم. هم لعيبه كبار جدا جدا، امكانياتها هائله. هو اللي مخلي الناس ان هي تنتقد المنتخب الوطني المصري تمام، ان الامكانيات اعلى من كده بكتير. ان احنا عارفين امكانيات اللعيبه بشكل كويس قوي، عارفينهم وحافظينهم صم، عارفين كويس جدا امكانياتهم ايه، عندهم احسن من كده بكتير، عشان كده الناس بتنتقد. ده شيء طبيعي. التفاؤل ما زال موجود التفاؤل ده شيء مفروغ منه، كلنا متفائلين. البعض ممكن يكون متشائم، لكن في نفس الوقت البطوله على ارضك ووسط جمهورك، فالتفاؤل موجود ان شاء الله ان احنا نحقق اللقب ده بلاعيبتنا الرجاله اللي عندهم امكانيات احسن من كده بكتير. احنا بنقول كلمات تحفيزيه اهي لعيبه المنتخب الوطني عشان ما يبقاش فيه احباط، ان شاء الله باذن الله يكونوا مركزين الفتره الجايه. طيب مصر اليوم، كوكا هيغيب عن الفراعنه في دور ال 16 من افريقيا بسبب الكدمه اللي تعرض ليها في الكاحل، وهو خلاص يعني كوكا بيتم تاهيله، هياخد اسبوع تقريبا في العلاج والتاهيل، فبالتالي ممكن يكون متواجد ومتاح بالنسبه للمستر اجيري بدايه من دور ربع النهائي دور الثمانيه ان شاء الله في حال تاهل منتخب مصر باذن الله، التاهل المتوقع باذن الله واحنا منتظرينه ان شاء الله باذن الله. الشروق جنش حارس مرمى منتخب مصر، الف سلامه عليه، نتمنى له الشفاء العاجل. سافر خلاص لالمانيا النهارده عشان يعمل جراحه وتر اكيلس، اصابه رخمه وصعبه بصراحه في كره القدم، وهيغيب من 6 ل 8 شهور. ده بالنسبه لجنش. فيتو 10 نجوم بيتنافسوا على لقب هداف امم افريقيا 2019، وفي عدد كبير يعني 10 نجوم لسه، البطوله لسه بدري عليها يعني، هي خلص 3 جولات حتى الان يعني من البطوله، يعني لسه في مباريات كتير، فبدري قوي نتكلم على الهداف. لكن حتى الان ابرز هؤلاء النجوم صلاح هدفين، محمدي كلهم هدفين، يعني كل اقصى حد وصل لاهداف في البطوله حتى الان هو احرز هدفين، محمد صلاح واحمد حمادي نجوم منتخبنا الوطني المصري جابوا هدفين، ساديو ماني امبارح جاب جونين في مباراه واحده. ادم والناس، اوقف عند الاسم ده شويه، لعيب جامد جدا جدا جدا، نجم المنتخب الجزائري امبارح جاب جونين ولا اروع ولا اجمل من كده بصراحه. لعيب مميز، 21 سنه او 22 سنه بيلعب في نابولي. ايه السرعه دي؟ ما شاء الله عليه. ايه المهاره دي؟ ما شاء الله عليه. لعيب كبير جدا جدا يعني. جاب هدفين. سيدريك باكامبو نجم المنتخب الكونغولي جاب هدفين في مباراة زيمبابوي. إيمانويل أوكوي من أوغندا هدفين أيضا. محمد ياتارا من بنين جاب هدفين. ومايكل أولونجو أو أولونجا من كينيا جاب هدفين أيضا. وميشيل بوتي من بنين جاب هدفين. طيب يعني لسه منافسة على الهداف، لسه بدري يعني، لسه مشوار طويل. نتمنى الجائزه تكون طبعا من جانب المنتخب او للجانب او احد عناصر المنتخب الوطني المصري يعني، صلاح او غيره يعني، ان شاء الله باذن الله. الصحافه اليوم التونسيه وكلام كتير جدا في تونس على منتخب واداء منتخب التونسي خلال الفتره الحاليه، بيقولوا ان هيكون في تغييرات في التشكيل وده متوقع جدا خلال المباراه اللي هتتلعب. امتى هتتلعب؟ الساعه 9 النهارده بالليل، بالمناسبه في مباراه هتتلعب دلوقتي هقول لكم عليها او بتتلعب دلوقتي. فرجاني ساسي هيكون مكان الشعلالي، والمساتني هيعود الى التشكيله الاساسيه، ودي تعديلات ب
بدورها ان هي بتحاول تعدل من التشكيل الخاص او من الاداء الخاص بالمنتخب التونسي. وفعلا المنتخب التونسي يعني على مدار المباراتين اللي فاتوا ما كانش هو المنتخب التونسي اللي احنا كنا متوقعينه. بالمناسبه دلوقتي في المجموعه السادسه ماتشين بيتلعبوا، بنين وكاميرون وايضا غينيا بيساو وغانا. النتائج ايه يا جماعه حتى الان؟ ده فيما يتعلق بالمجموعه السادسه. بالليل هيكون في ماتشين، انجولا ومالي الساعه 9 وموريتانيا وتونس الساعه 9. نتمنى كل التوفيق للمنتخب التونسي، وكمان نتمنى كل التوفيق للمنتخب العربي الاخر منتخب موريتانيا. هتكون مباراه ناريه وقويه جدا، الخبره طبعا ممكن ترجح بشكل كبير جدا كفه المنتخب التونسي. خلينا نروح للمهار الجزائريه، تصريح مهم قوي وذكي جدا جدا من جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري ومدير فني متألق بصراحة ما شاء الله عليه. بيقول إيه؟ لم نقل أبدا أننا المنتخب الأفضل، هناك مصر والمغرب. وهو هنا بيرفع الضغوط عن منتخب الجزائري وعناصر المنتخب الجزائري، وده تصريح مهم وذكي جدا جدا من جمال بالماضي المدير الفني. الشوط الأول في الماتشين 0-0 حتى الآن. ماشي، جمال بالماضي قال إيه؟ قال ان احنا مش مرشحين للفوز باللقب، او مش احنا الافضل، ما قلناش على نفسنا ان احنا الافضل، بس بصراحه افريقيا كلها بتقول حتى الان الافضل فعلا المنتخب الجزائري من حيث الاداء ومن حيث النتائج. الاداء ونتائج هم الافضل بصراحه، عاملين بطوله رائعه حتى الان. بيقول كمان ان مصر والمغرب منتخبين اقوياء وهم المرشحين الاقرب للبطوله، وتصريح يعني تصريح نفسي شويه، تصريح نفسي شويه وذكي جدا من جمال بالماضي. لكن يبقى المنتخب الجزائري ابرز المرشحين للفوز ببطوله الامم الافريقيه طبقا للي شفناه لحد امبارح من مستوى رائع للمنتخب الجزائري ومن نتائج رائعه للمنتخب الجزائري من عناصر اكثر من رائعه. ادم والناس النجم الكبير ده خرج، نزل مكانه مين؟ رياض محرز. يعني واحد اسخن منه كمان، يعني اثنين ما شاء الله لاعبين كبار عندهم عناصر مميزه جدا في المنتخب الجزائري. البطولة المغربية، موقع البطولة المغربية بيقول ايه؟ بيقول رينارد بكافئ لاعبي المنتخب بعد الفوز على جنوب افريقيا بعد ما فازوا طبعا بهدف في الوقت القاتل لمبارك بصوفة. المنتخب المغربي حقق العلامة الكاملة، في نفس الوقت هم عندهم راحة بعد هذا الفوز النهاردة عشان يخرجوا من اجواء المعسكر والتركيز الكبير خلال الفترة الجاية، عشان يستعدوا بداية من بكرة للمرحلة المقبلة والدور ال 16 بالتحديد من بطولة الامم الافريقية. المنتخب المغربي ايضا منتخب رائع جدا 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 ومميز جدا. جاب هدفين حتى الان في البطولة، الهدف الثالث جه بطريقة عكسية من المدافع او من لاعب منتخب ناميبيا في المباراة الاولى. لكن منتخب منظم جدا جدا ومركز جدا جدا، وعندهم مدير فني جامد قوي، هيرفي رينارد المدير الفني الفرنسي، وعنده خبره كبيره جدا جدا في افريقيا. تمام، نروح للمنتخب المغربيه. موقع المنتخب المغربيه بيقول نهائي مبكر ينتظر الاسود في حال بلوغ الربع النهائي. المغرب هتقابل مين؟ هي المغرب هتقابل اوغندا، المفروض اوغندا اعتقد، لا السنغال هي هتقابل اوغندا، والكسبان منهم هيقابل المغرب في دور الثمانيه. لو ان شاء الله المنتخب المغربي تاهل لهذا الدور هتبقى مباراه ناريه جدا في حاله مقابله المغرب والسنغال، هتبقى مباراه غايه في المتعه ونتمناها طبعا في صالح المنتخب المغربي. سبورت ريم الموريتانيه بتقول ان موريتانيا بتستعد لمواجهه تونس في مباراه مصيريه، وهي فعلا مباراه مصيريه بالنسبه للفرقتين او بالنسبه للمنتخبين، وكل واحد فيهم عنده فرص للصعود للدور ال 16. موريتانيا عندها نقطه وتونس عندها نقطتين، فبالتالي اللي هيكسب المباراه دي هيصعد بشكل رسمي للادوار المقبله وبتحديد دور ال 16. كمان من ضمن الاخبار نروح لموقع بونج النيجيري بيقول ايه؟ رور واثق من عوده النسور الخضراء لمستواهم مرة أخرى. النسور الخضراء خسروا في مفاجأة مدوية من منتخب مدغشقر حصان الأسود حتى الآن في بطولة الأمم الأفريقية 2-0، نتيجة كبيرة على منتخب عريق زي منتخب النيجيري، تأهل عنده 6 نقاط فقط وكثاني مجموعة كمان. أول مجموعة مين؟ مدغشقر اللي أول مرة تشارك في بطولة الأمم الأفريقية في تاريخها. فرور المدير الفني للمنتخب، المدير الفني الالماني لمنتخب نيجيريا، قال ان احنا هنتحسن اكتر من كده وهنركز بشكل اكبر من كده في المراحل المقبله من بطوله الامم الافريقيه، وان هو واثق جدا في لاعبيه ان هم يقدروا يوصلوا لابعد نقطه في بطوله الامم
الأفريقية عامة. البطولة بصراحة بطولة رائعة جدا، المستوى الفني لسه حتى الآن مش هو المستوى الفني اللي احنا منتظرينه، أعتقد المستوى الفني هيعلى أكتر من كده بكتير خلال الأدوار الإقصائية، ده طبيعي لأن بتبقى خلاص المباراة هي مباراة واحدة، يا تصعد يا تخرج بره البطولة، فهتبقى مباريات كلها نارية أيا كان مين هيقابل مين، مباريات كلها نارية لأن الكل عايز يكسب والكل عايز يوصل للنهائيات في بطولة الأمم الأفريقية. ما تنسوش سؤال حلقتنا، توقعك لمنافس مصر في دور 16 مين، وهنتواصل معاك وهنقرا كل تفاعلاتكم على صفحات قناة الأهلي المختلفة تويتر فيسبوك انستجرام، ونشوف رأيكم ايه وتوقعوا مين اللي هيقابل مصر في دور ال 16. هروح لفاصل، بعد الفاصل فقرة غاية في الأهمية، مع مين؟ مع ضيفنا العزيز الأستاذ وليد كويني الصحفي بجريدة النهار الجديد الجزائرية، هنتكلم بتفاصيل كتيرة جدا 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 عن المنتخب الجزائري الرائع حتى الآن، وهنتكلم عن البطولة بشكل عام من الجانب التنظيمي من الجانب الفني. استنونا بعد الفاصل. بينورني وشرفني في الاستوديو استاذ وليد كويني الصحفي بجريده النهار الجديد الجزائريه. استاذ وليد منورنا ومشرفنا. شكرا على الاستضافه ومسعد مع التواجد معاكم. احنا اسعد طبعا ومرحب بيكم دايما في مصر بلدكم الثاني يعني، وعايزين نبارك لكم طبعا الاداء الرائع ما شاء الله للمنتخب الجزائري خلال البطوله حتى الان. شكرا شكرا ومبروك ايضا للمنتخب المصري الذي طيب هنتكلم بتفاصيل كتير اكيد عن المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، لكن في البدايه عايز اتكلم معاك على الجانب التنظيمي بالبطوله، رايك فيه ايه حتى هذه اللحظه؟ حتى هذه اللحظه انا تابعت كثير مباريات، مش المباريات اللي متعلقه بالجزائر بس، كان تنظيم في المستوى خصوصا فيما يتعلق بالامور تاع التذاكر اللي كانت الاول مره شفنا السيستم ذا في مصر، واللي سهلت كثير من الامور وجنبت الكثير من التجاوزات. بخصوص الاعلام شفنا التنظيم كان رائع وفي احسن مستوى، ومرافق كانت متوفره في كل ملاعب اللي رحنا شفنا فيها المباريات. طيب الجانب الفني، هل شايف ان البطوله حتى الان اتت بالمتوقع من قبل الجماهير الافريقيه بشكل عام من الجانب الفني بالتحديد؟ بالجانب الفني انا ما نظنش كان المستوى وصل للتطلعات تاع الجماهير. كويس. خصوصا ان بعض المنتخبات كبيره سجلت تراجع كبير وما شفناش اداء قوي مثل منتخب نيجيريا ومنتخب كوت ديفوار، بعض مباريات كاميرون غانا اللي كانت فاجات الكثير بالمستوى تاعها. لهذه الامور اللي راح ممكن راح تخلي مفاجآت نشوفها في البطوله هذه، على غير مدغشقر اللي تاهلت لاول مره ورانا نشوفها في الدور الثاني على راس المجموعه تاعها، ممكن تكون الحصان الاسود تاع البطوله. الواضح ان هي الحصان الاسود حتى الان يعني، حتى الان صح بالضبط، كون هي تتفوق على نيجيريا وتكسبهم 2-0 وتبقى متصدر المجموعه كمان، دي حاجه قويه جدا. خليني اقول لحضراتكم ان بالنسبه للمباريات اللي بتتلعب في اللحظه في الوقت اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيه دلوقتي، بدين وكاميرون حتى الان 0-0، دي مباراه المجموعه السادسه، غينيا بيساو غانا 1-0 لغانا عن طريق جوردن ايو، جه في اول الشوط الثاني على طول في الدقيقه 46 كده غانا خلاص يعني قاب قوسين او ادنى من التاهل لدور ال 16، هتقابل تقريبا الكاميرون يعني. طيب المنتخب الجزائري اداء جيد، نتائج اكثر من رائعه، امور كلها ماشيه بشكل كويس جدا جدا بالنسبه للمنتخب الجزائري، هل كانت توقعات بالاداء ده والنتائج دي موجوده عند الشعب الجزائري قبل البطوله؟ لا، هي في الحقيقه الشعب ما كانش متوقع ان بالماضي هيحقق كل هذه النتائج في ظرف قياسي، وفي خصوصا في دور المجموعات ما كانوش متوقعين تحقق العلامه الكامله التي لم يحققها المنتخب الجزائري، الارقام هذه لم يحققها منذ دوره 1990 التي كانت بالجزائر وتوج بها المنتخب. بالضبط. ما فزناش بمباراه افتتاحيه ولا بثلاث مباريات منذ 1990، وما جعل الامور في المنتخب تبشر بالخير وتفاؤل كبير بالوصول لابعد الحدود ولما لا للنهائي ان شاء الله. الاسباب اللي خلت الناس تشوف المنتخب الجزائري بالاداء المميز ده بتكمن في ايه؟ الاسباب اللي خلت المنتخب يعود للواجهه، انا نظن السر كان في بالماضي،
لان التشكيله والاسماء اللي راهي في المنتخب حاليا كانت معمل معها عده مدربين على غرار رابح ماجر وقبله. يعني المشكل ما كانش في اللعيبه، لان نشوف نفس الاسماء ونفس التشكيل، لكن بالماضي عرف يعيد هذيك اللمسه او الشكل، يعني الشكل اللي كان محتاجه المنتخب. اعاد تنظيم المنتخب من جديد وعمل شغل كبير في التدريبات، يعني هو تقرب من كل لاعب كويس ومنح بعض الاسماء اللي كانت عندها وزن واحنا في الجزائر نسميها النجوم اللي ما كانش تقدم في المنتخب، زي رياض محرز وياسين ابراهيمي او بغداد بونجاح كان طبعا شارك من قبل وما كلمتكم لما عندوش مكان، لكن بالماضي عدلهم الثقه وانا نشوف منتخب متجانس ويلعب كمجموعه كلها، ونشوف روح اللاعبين حتى في التدريبات والتقارب الكبير بينهم وبين المدرب جمال بالماضي. طيب الطموح بالتالي وصل لحد فين بالنسبه للشعب الجزائري وبالنسبه لكل المتابعين والجزائريين بشكل عام؟ لا الطموح انا ما نظنش ان فريق مثل المنتخب الجزائري راح يدخل في دوره كاس امم افريقيا وراح ينحي من راسه فكره التتويج بها. منتخبات مثل الجزائر مصر وكوت ديفوار غانا وكاميرون لما تروح في الدوره نهائيات لامم افريقيا مش ممكن راح تلعب عشان تروح للدور الثاني ولا النصف نهائي ولا راح تلعب عشان تاخذ البطوله. ده كان مطلب اساسي قبل البطوله بالنسبه للجزائريين؟ لا هو في الاساس ما كانش مطلب اساسي، ما كانش في تفكير اصلا بحراز اللقب، ما كانش في تفكير في حراز اللقب حسب تصريحات المدرب جمال بالماضي الذي هو اكد في كل مره انه المنتخب بحاجه لعمل، وقال لهم راح نروح للدوره نلعب ماتش بماتش ونذهب لابعد حدود. بس التصريح الاخير بعد مباراه كينيا هو غير انا قريت تصريح ذكي جدا منه، قال لك احنا مش بنقول عن نفسنا ان احنا هناخد البطوله، احنا مش مترشحين وان المنتخب المصري والمنتخب المغربي هم الاقرب. يعني صح هو قال كده، بس بعد مباراه كينيا كان صرح للاعلام وقال المنتخب الجزائري حيكون الهدف تاعه هو التتويج باللقب. قال لهم راح نلعب مباراه عشان الوصول للتتويج باللقب، قال لهم عشان ماهوش الوقت عشان نفرح ونسعد، بالضبط الفرح راح يكون بعد التتويج باللقب. يعني هو اكيد تصريح ذكي منه، وفي نفس الوقت بيدي دافع للعيبته، ده شيء مهم، وبيلعب على الجانب النفسي، واضح ان هو مدرب مميز جدا، كون ان هو قدر ان يكون المنتخب واللاعبين اصلا كانوا متواجدين دايما في منتخب الجزائر، لكن نشوف الاداء والمنظر ده حاجه جيده جدا. تحديدا عايز اتكلم عن ادم والناس، لعيب اكثر من رائع ما شاء الله عليه، عمل امبارح مباراه كبيره جدا جدا واحرز هدفين. كان فين اللعيب ده من زمان ما كناش بنتابعه مع المنتخب الجزائري؟ وناس كان متواجد في المنتخب، كان يستدعى وكان متواجد، لكن بس ما كانش ليه دور، ما كانش يشارك كثير، المشكل انه وناس ضحيه المنافسه في المنصب تاعه، المنصب اللي تواجد فيه كان في رياض محرز وكان في زين الدين فرحات مع فطماجر، ما كانش عنده فرصه باش يشارك. هو كان شارك مع بالماضي قبل كده في ماتش ولعب على الجهه اليسرى، تمام، محرز على اليمين وهو على الجهه اليسرى، بس هو يفضل اللعب اكثر على الجهه اليمنى. هو اليوم كانت عنده فرصه في المباراه الاخيره امام امبارح كانت عنده فرصه وقدم الاداء اللي كان منتظر منه، بسجل هدفين وقدم تمريره حاسمه وكان رجل اللقاء، وانا نظن يستاهل مشاركه في المباريات القادمه، حتكون عنده فرصه. تتوقع ان بعد البطوله دي ينتقل من نابولي لنادي اخر في اوروبا اقوى؟ لا حسب الاخبار الاخيره انه كارلو انشيلوتي ما حبش يتخلى عنه. هو كان في الميركاتو الشتوي الماضي، كان عايزينه نوادي يريدون توقيع لادم اوناس على شكل اعاره، بس هما رفضوا حتى على شكل اعاره، يعني الرحيل تاعو ما راحش يكون سهل من نادي نابولي اللي راح يلعب دوري ابطال الموسم القادم طبعا. وربما حتكون عنده الفرصه للمشاركه اكثر. طيب اقوى وابرز المنتخبات من وجهه نظرك في البطوله حتى الان؟ حتى الان انا نشوف في منتخب مالي
مالي. مالي قدم مستوى كبير وعنده تشكيلة متجانسة، وهو الوحيد اللي أقنع في ماتش بنسبة 100%. وثاني فريق هو منتخب السنغال. منتخب السنغال رغم الخسارة أمام الجزائر، لكن فريق يعمل كمجموعة. فريق يعمل كمجموعة وعنده مستوى رائع. كنت متوقعين الفوز على السنغال في الجولة الثانية؟ لا، هي مباراة منتخب قوي السنغال، وعنده عناصر مميزة جدا، منتخب قوي. ساديو ماني طبعا يعني. كان في تفاؤل كبير للفوز على السنغال من باب التاريخي. حتى الإعلام كان يقول بالمنتخب السنغال ممكن نفوز عليها، ما فيش مشاكل، لأن منتخب السنغال كان عنده عقدة مع المنتخب الجزائري، لم يفوز على المنتخب الجزائري في أي مباراة في دورة أمم إفريقيا، كلها فاز بها المنتخب الجزائري إطلاقا. يعني ده الفرصة اللي كانت عنده. وجمال بلماضي كان درس بشكل جيد الفريق السنغالي، حتى انه اعطى تشكيله المنتخب السنغالي قبل المباراه في الندوه الصحفيه. فعلا. طيب، عايز اتكلم بالتحديد على رياض محرز، وكلام كتير جدا بيبقى عليه دايما من الشارع الجزائري على حسب متابعتنا يعني، وبنسمع وبنشوف انه مش ده مستوى رياض محرز سواء لما كان في ليستر سيتي او مع مانشستر سيتي، ودايما ما بنشوفوش بالمستوى الكبير بتاعه ده مع المنتخب الجزائري. الاسباب ايه من وجهه نظرك؟ يعني المنتخب، الفرق بينه وبين الاداء تاعو في مانشستر سيتي وفي المنتخب. في مانشستر سيتي هو يلعب في اجواء مغايره وامام منافسين مختلفين. اكيد تتلعب في افريقيا امام منتخب افريقي عنده طريقه لعب دفاعيه وطريقه لعب خشن، ومش ممكن تحتفظ بالكره كثير في افريقيا، مش في الدوري الانجليزي ولا حتى انه الفريق لو يلعب فيه عنده توليفه كبيره وباسماء لامعه، يمكن يلعب كل رياحيه، عكس في المنتخب. في المنتخب هما المنتخب تاعنا اللاعبين ما يلعبوش مع بعض كثير، وما فيش تجانس يعني. فيش تجانس، مش زي المنتخب المصري اللي عنده لعيبه بتلعب في نادي واحد او في ناديين في البطوله، يمكن يلعبوا يلتقي معاهم في دوري الابطال الافريقيا ومتعودين على المنافسه الافريقيه. في المنتخب الجزائري خليني اقول لك، المنتخب المصري السنه دي يعني في عناصر قليله قوي من الدوري المصري يعني، صح، من الاهلي والزمالك تقريبا الاساسيين، اثنين من هنا واثنين من هنا اللي بيلعبوا يعني. صح. بس الاختلاف انه اللعيبه الجزائريين، محرز متكون ليه؟ متكون في اوروبا. فعلا تكوينه كان في اوروبا والتطور تاعه كان في اوروبا. يعني كان صعب عليه يتاقلم ويقدم المستوى اللي كان منتظر منه نفسه مع مانشستر سيتي. لكن مع بلماضي احنا شفنا اداء محرز استرجع الكثير من الامكانيات تاعه. ممكن نقول افضل فتره لمحرز مع المنتخب كانت في الفتره الحاليه مع بلماضي. هو سجل ثنائيه في مرمى طوغو، في التصفيات في مرمى طوغو سجل ثنائيه في خارج الجزائر. وكان هذه اول مره المحرز كان تالق في هذيك المباراه، ونشوفه في المباريات الحاليه قدم اداء كبير وسجل في المباراه الافتتاحيه ويقدم تمريرات ويساند حتى الدفاع. لكن هل هو ده الاداء المنتظر من رياض محرز ولا عنده اكتر من كده؟ لان فعلا كلام كتير بخصوص ان هو نجم كبير، وطبيعي ان انت لما تبقى عندك لعيب بحجم رياض محرز احسن لاعب في الدوري الانجليزي من سنتين ثلاثه، فطبيعي يبقى الاهتمام بيه كبير جدا والتوقع لادائه بيبقى اكبر من كده بكتير. هل الشعب الجزائري نفسه وانتوا كجزائريين مستنيين ما هو اكثر من رياض محرز؟ صح، محرز قادر على قياده المنتخب وتقديم مستوى اكبر مما يقدمه حاليا. تمام. محرز عنده امكانيات مثل ما قاد ليستر سيتي لتحقيق البريمير ليج في بطوله صعبه ومن اقوى البطولات في العالم، قادر على قياده المنتخب الجزائري للتتويج بكاس امم افريقيا. لو يكسب بعض الثقه اللي كانت عنده في البطوله الانجليزيه ومع ناديه مانشستر سيتي،
يمكن يكرر تجربة هذيك وراح يقود المنتخب لتحقيق الانتصارات، لأنه قادر على صنع الفارق من نصف فرصة، قادر على العودة في النتيجة، قادر على القيام بأمور كثيرة راح تساعد المنتخب. شايف المنافسة ما بينه وبين صلاح وماني على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، والمنافسة بتبقى دائمة خلال الأعوام القليلة الماضية بالتحديد، شايف المنافسة دي إزاي؟ يعني المنافسة في الدوري الإنجليزي ولا في؟ لا، كأفضل لاعب في أفريقيا. في أفريقيا. في الدوري الإنجليزي المنافسة مشتعلة دايما أكيد ما بينهم ماني وصلاح في ليفربول وهو في مانشستر سيتي. يعني المنافسة راح تكون مرتبطة بكأس أمم أفريقيا. مرتبطة بالبطولة. مرتبطة بالبطولة. أنا شايف ماني راح يكون بعيد. هيكون بعيد عن المنافسة مقارنة بمحرز وصلاح. تقريبا هيكون بعيد عليهم شوي. أنا ماني شفت أداء المنتخب السنغالي، ماني نوعا ما شفته تعبان من كثرة المباريات مع ليفربول. أثار تعب بادي عليه، ما كانش قادر يجري بالسرعة اللي متعود عليها في ليفربول، مراوغاته سريعة. يعني صار له كثافة المباريات مع ليفربول أثرت عليه نوعا ما. ماني تأثر كثير. أنا نشوف محرز هو راح يكون في رواق يساعد، لأن رياض محرز ما لعبش مباريات كثيرة مع مانشستر سيتي، وكان قبل الماضي يتحدث عن النقطة هذه، قال لهم محرز مقارنة بصلاح والنجوم اللي تلعب في أوروبا الأخرى، قال لهم النقطة حتكون في صالحنا هي أنه محرز ما كانش يشارك بانتظام. فعلا. يعني ممكن يلعب في البطولة بإريحية. احنا عندنا بالليلي مثلا مع الترجي كان لعب مباريات كثيرة، تعب وصار له ألام وما لعبش في المباراة الأخيرة وما دخلش حتى كبديل. ومحرز، بس محرز شارك كبديل وشارك في تدريبات اليوم وعادي. هذه الفرصة اللي حتكون لرياض محرز لإحراز لقب الأفضل في أفريقيا هذا الموسم، لكن راح ترتبط بالاساس بالتتويج باللقب. اكيد طبعا. طيب بالتالي شايف مين اللي ممكن يوصل المربع الذهبي؟ انت قلت لي افضل او من افضل الفرق او منتخبات في البطوله حتى الان مالي، لكن اللي يوصل المربع الذهبي من وجهه نظرك مين؟ انا شايف مصر الجزائر والمغرب والسنغال. مصر، الجزائر، المغرب، السنغال. طب بالتالي عايز اسالك عن المنتخب المصري، تقييمك لأدائه، شايفين أو الإعلام الجزائري عامة شايف أداء المنتخب المصري إزاي ونتائجه الجيدة في الحقيقة حتى الآن، لكن تعليقات شوية عن الأداء. صح، أنا تابعت كل مباريات المنتخب المصري، حتى الإعلام الجزائري كان حاضر في الملعب في معظم المباريات. الرضا ما كانش كبير على الأداء، يعني ممكن نقول تفاجأنا نوعا بعض الشيء بأداء المنتخب المصري، كنا ننتظر منه مستوى كبير وقوي خصوصا من ناحية الأداء كمجموع، لكن ما شفناش المنتخب المصري اللي كنا ننتظروه، خصوصا في السابق اللي كان أيام أبو تريكة والجمعة، ما كانش ده المنتخب اللي كانت عنده هيبة و بيخاف منه كل منتخبات. يعني المنتخب المصري خصوصا من الناحية الدفاعية كان يعني ممكن توصل له بسهولة. وواجه منتخبات مش قوية هجوميا، لو يواجه منتخبات مثل مالي وكوديفوار وغانا راح تحصل له مشاكل كبيرة. لكن من ناحية النتائج عرفوا كيفاش يستغلوا فرديات اللاعبين تاع صلاح تريزيجي، هما اللي قادوا المنتخب اللي حقق هذه النتائج. لكن على المدرب يضبط بعض الامور خصوصا من ناحيه الدفاعيه، لان الفرديات مش ممكن في كل مره راح تنقذ المنتخب. لكن مع ذلك تتوقع وصول المنتخب المصري لنصف النهائي؟ اكيد اكيد، هو يلعب على ارضه امام جماهيره، وهذه دفعه قويه للاعبين المنتخب المصري اللي قادرين يوصلوا بسهوله للنصف النهائي. طيب عايز ارجع للمنتخب الجزائري، ويمكن المنتخب الجزائري ما عندوش عناصر من الدوري المحلي خالص في الجزائر، اسباب ايه؟ هل متعلقه بان اللاعبين الجيدين كلهم بيلعبوا في اوروبا، فبالتالي الافضل كمان ان انت تاخد لاعبين من المستويات اللي بتلعب في اوروبا، ولا ما فيش لاعبين مقنعين في الدوري المحلي الجزائري؟ صحيح، هي في لاعب واحد بوداوي اللي لعب في المباراة. لاعب واحد يعني قليل، ما فيش يعتبر حد. المشكل انه في الدوري
مستوى الدوري تراجع في السنوات الأخيرة، تراجع نوعا ما، وحتى اللاعبين، لكن في اختلاف مقارنة بالسنوات 2010 واللاعبين اللي كانت تجي من أوروبا. كان اللاعبين اللي كنا نجيبهم أوروبا كانوا معظمهم مكونين في أوروبا ويلعبوا في أوروبا، بس في الوقت الحالي في لاعبين في المنتخب كانوا في البطولة في الجزائرية وراحوا لأوروبا وهم الآن يلعبوا في المنتخب، مثل رامي بن سبعيني، مثل يوسف بالليلي في الترجي كان يلعب في البطولة وراح للترجي، رامي بن سبعيني كان يلعب في نادي بارادو وراح لأوروبا، يوسف عطال كان يلعب في نادي بارادو، عطال لاعب مميز قوي، كان يلعب في البطولة، هو لعب في البطولة وتكون في نادي بارادو وراح لأوروبا والبلجيكا بعدين في نيس. وفي لاعبين مثل بغداد بونجاح كان في البطولة أيضا طبعا. لعب في البطولة وراح للسد القطري، كان بيلعب في النجم الساحلي فترة برضه، ولعب في الدوري التونسي بعدين راح للدوري القطري. يعني في الاختلاف من هذه الناحية، لكن بشكل عام احسن اللاعبين في المنتخب كلهم ينشطوا في اوروبا. لو تعمل مقارنه ما مش ممكن تسيب لاعب مثل ياسين ابراهيمي لاعب بورتو وتجيب لاعب من البطوله، ولا تسيب لاعب فيغولي طبعا، مش ممكن تسيب فيغولي وتجيب لاعب في كمان لعيب في الدوري الالماني اسحاق، اعتقد اسحاق بالفوضي هداف الدوري الالماني وما تمش استدعائه كمان. لا هو في بالفضيل كان حيستدعى بس كان حصل له اصابه يعني مصاب يعني شكل يعني ايوه حصل له اصابه يعني وبعدين لم يستدعيه، لكن استدعى مهاجم اخر اللي هو اندي ديلور اللي كان في اخر لحظه كان احتياطي وحضر مع المنتخب. شايف ان الدوري القطري يليق بامكانيات كبيره جدا زي امكانيات بغداد بنجاح، ولا الافضل ليه ان هو مثلا مش هقول لك يجي النادي الاهلي، يا ريت يجي النادي الاهلي يعني، لكن ان هو يروح اوروبا مثلا؟ صحيح الكلام هذا قالوا حتى تشافي اللي كان لاعب كان لاعب معه في السد، تشافي قال لهم انا نصحت بنجاح بالذهاب للعب في اسبانيا. قالوا بونجا عنده امكانيات اعلى من اللعب في الدوريات الاسيويه ككل. قال لهم مكانته في الدوري الاوروبي، قال لهم انا نصحته للعب في الدوري الاوروبي. وكان في معلومه لانه تشافي هرنانديز كان توسط له للعب في نادي اسبانيول برشلونه. لكن اداره السد رفضت الانتقال تاعو وجددت العقد تاعو. بنجاح لاعب ممتاز لكن عليه حاليا خوض تجربه اوروبيه فعلا من اجل الوقوف على المستوى الحقيقي تاعو. حتى انا ما نقولش مستوى الدوري القطري يعني منخفض، لكن مش مقياس حقيقي تاع المستوى تاعك، لازم طبعا. تروح لدوري اوروبي وتثبت مكانتك في بطوله اوروبيه صعبه امام لاعبين اقوياء، وراح نشوف ان شاء الله الوجه الحقيقي تاع بونجاح. ان شاء الله هو لعيب كبير بصراحه، ودايما الاهلي بيبقى بيتمنى يتعاقد مع هذا اللاعب يعني على مدار السنوات الماضيه، لعيب مميز ومحبوب من الجماهير الاهلاويه بشكل كبير جدا. عايز اتكلم معاك على الرسالة اللي قالها كل من كريم بنزيما نجم ريال مدريد وزين الدين زيدان مدير فني ريال مدريد للشعب الجزائري والمنتخب الجزائري، هي رسالة تحفيزية، صداها كان عامل ازاي في الجزائر؟ صحيح في كل مرة احنا في الجزائر في كل مرة يكون لاعب مثل كريم بنزيما ولا زين الدين زيدان اصول جزائرية طبعا وعنده علاقة جيدة مع الشعب ومع الانصار متابعي كرة القدم في الجزائر، يعني كان تفاعل كبير، خصوصا ان لاعب مثل زين الدين زيدان مدرب لنادي كبير وعملاق مثل ريال مدريد، ولاعب كريم بنزيما اللي هو نقدر نقول نجم ريال مدريد حاليا بيعطي كلام تحفيزي للمنتخب الجزائري، هذا امر يشرف المنتخب ويعطيهم دفعه للاعبين طبعا، والصدى تاعو كان كبير وكان في تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الجزائريين اللي هما على طول يشجعوا كريم بنزيما، خصوصا بعد ابعاده من المنتخب الفرنسي
عنده مساندة كبيرة، وهو حتى هو صار بيتفاعل معهم بالعالم الجزائري أما مع أولاده بيتكلم بالعربية. كل مرة يحاول يتقرب من الجمهور الجزائري بعد المساندة اللي لقاها منهم. التفكير هناك في الجزائر عامل إزاي بخصوص اللاعبين المجنسين بالتحديد الفرنسيين؟ يعني بأصولهم جزائرية، وبالتالي بنلاقي نجوم كبير جدا كبيرة جدا زي زين الدين زيدان وكريم بنزيما وغيرهم وغيرهم بيلعبوا باسم المنتخب الفرنسي. ازاي دولة الجزائر او الشعب الجزائري او الناس في الجزائر المسؤولين بيفكروا ان هم يعالجوا هذه الجزئية بحيث ان المنتخب يستفاد من الامكانيات الهائلة عند اللاعبين دول، وفي عدد كبير جدا منهم متواجد دلوقتي يعني اوريدي، وفي كلام كتير عليهم. المنتخب الفرنسي المنتخب الجزائري بيبقى كلام كتير في الجزئية دي. صح، المشكل هذا المشكل تاع اللاعبين مزدوجي الجنسية المشكل. لكن الجزائر في الفترة الحالية يعني ممكن نقول لك واحد ممكن حاجة، هي أن معظم اللاعبين اللي لعبوا في المنتخب الجزائري من أصول أو اللي حاملين الجنسية الفرنسية مولودين بفرنسا كان هم اختاروا المنتخب الجزائري، مش الاتحادية اللي كانت تروح. كانوا هم من اختاروا، هم اللي بيختاروا. زي مثلا اخر لاعب اللي كان اندي ديلور. اندي ديلور حتى احنا ما كناش عارفين انه لاعب جزائري، لانه عنده امه جزائرية. واحد ما كان عارف كان هو ثالث افضل هداف الدوري الفرنسي، مسجل 16 هدف على ما اظن. ما في حد كان عارف انه اندي ديلور هو جزائري، لكن صرح للاعلام قال لهم انا جزائري وراح العب، عايز العب المنتخب الجزائري، وراح تقدم للقنصليه هناك وعمل الاوراق ولحق بالمنتخب وشارك في كاس الافريقيا. طب سريعا عايز اعرف شعبيه النادي الاهلي في الجزائر عامله ازاي، وابرز اللاعبين اللي بيحبوهم. انا عارف هو من اكيد ابو تريكه يعني، فقول لي الشعبيه هناك عامله ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. يعني وانا اشجع الاهلي كمان. طب. كمان اشجع الاهلي. الاهلي ده نادي مش ممكن، ما شرحت تلاقي محبين لنادي الاهلي في كل حته في الدول العربيه. تروح كل دوله عربيه راح توجد اناس تعشق الاهلي. احنا في الجزائر الاهلي نادي عاملين له قيمه، حتى عنده قيمه كبيره لدى الجزائريين. حتى النوادي لما الجزائريه تواجه منتخب فريق الاهلي حيكون لها شرف تلعب امام نادي كبير مثل الاهلي. وانا اعرف عندي حتى اصدقاء بيتابعوا الدوري المصري عشان الاهلي، خاطر يشوف الاهلي ويشوف الاداء من حتى بعد ابو تريكه. دلوقتي كفي ناس تشوف الاهلي، لان الاهلي يعني يشرف العرب افريقيا وقدم لاعبين كبار، ويعني من مش ممكن يعني هو تاريخ، هو من ابرز نوادي في تاريخ افريقيا والعرب ككل. تمام، يعني ده اكيد شرف كبير جدا وشعبيه عظيمه للنادي الاهلي في كل مكان بكل تاكيد، وكل التحيه والتقدير للشعب الجزائري بشكل عام. سريعا خليني اقرا بعض تفاعلات جمهور الكره المصريه على سؤال حلقه النهارده، تتوقع مين اللي يقابل مصر في دور ال 16؟ خلينا نبتدي بتويتر، وبالتحديد احمد قال ربنا يسهل ويستر باذن الله ايا كان مين عندهم المنتخب للاخر، هندعم المنتخب للاخر واللي عايزه ربنا يكون والحمد لله على كل حال. احمد علي قال جنوب افريقيا، عاشقه الاهلي قالت جنوب افريقيا، نبيل زكريا قال جنوب افريقيا. روح بسرعه لفيسبوك، فيسبوك احمد قال جنوب افريقيا، محمود قال تونس. يعني بعض التفاعلات وجمهور الكره المصريه بشكل عام يعني بيتوقع مين اللي هيقابل مصر في دور 16، ايا كان ان شاء الله المنتخب يكون موفق في ايا كان هيقابل مين. يا استاذ وليد كويني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا على الضيافه، وبالتوفيق للمنتخب المصري والنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا. كان معنا الصحفي الجزائري استاذ وليد كويني، الصحفي بجريدة النهار الجديد الجزائريه، ودي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده. استنونا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. إلى اللقاء.